السلام عليكم. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا ديزابوني نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد، قناة اللي غادي نتكلموا على رياض محرز. رياض محرز اللي يبقى كاين اللي يقول لك انت تهضر على رياض، ما ودي الشيطان الاعلام والاعلام وراه في اليوتيوب. الاعلام وراه يروح اليوتيوب. اعلام شتو الاعلام؟ وراه يدخل اليوتيوب ويدخل تويتر ويدخل يكومون يدخل كيما نقولوا حنا يحط صوالح ويحط. كيفاش حنا رانا نشوفوا المواقع؟ كيفاش رانا نشوفوا المواقع؟ قولوا لنا كيفاش رانا نشوفوا المواقع. كاين اللي يقول لك نهضروا على رياض محرز، لازم نتكلموا على رياض محرز. هذو راهم هذه قناة الهداف من تا راهي تحطم في اللاعبين الجزائريين، من مين تا راهي تحارب في رياض محرز. هذه القناة هذه من مين تا راهي تحارب في رياض محرز. اي باش نقول لكم باش نعطوا صوره حنايا كومونتي على روح. بصح نقولوا بلي عطونا حاجه الفايده. راني بالك راكم شفتوا واش عمل واحد يتصل بيا يقول لي بارك الله فيك راك درت عليا ذاك درت ذاك التقرير. الناس راهم يعطونا التقارير سي محمد، لازم نحترموا الناس. كاين اللي راه كاين اللي قاري ستي راه يتفرج، كاين اللي قاري كاين اللي فاهم، كاين بزاف صوالح راهم يشوفوا. لازم نحترموا الناس. على ذيك حنا اليوم عاودوا نولوا رياض محرز. رياض محرز اللي يبقى من علامه من علامات اللي في الصحافه، يبقى علامه مشهوره في الصحافه الانجليزيه. وين الصحافه الانجليزيه تهاجم بيب غوارديولا بسبب رياض محرز. شو كيفاش؟ وانا احنا نقولوا على بالكم باللي الساهم في الموند شكون هو؟ لي زونغلي اللي يخمو مليح، خاطش علاه ما عندهم لا بترول لا غاز لا طاقة شمسية، ما عندهم والو. كي راهم عايشين عايشين لابال بتاعهم، خاص صابو لهنا من يرقبو من الفوق يسيبو الزيروات هنا. كي يرقبو من الفوق يسيبو الزيروات، راك تشوف كيفاش ناس كيفاش يخمو على بلادهم. وين يتكلم لك كاين لي زونغلي لونغلي يقول لك انا نكذب في حال على من اجل العائله تاعي اللي نكذب. شوفك جاي بيتك قلت لي العائله تاعي اللي نكذب، نقول لك مشاو هنا ولا راحوا ولا صايك. قال لك هذاك وين نكذب لي زونغلي. باش تعرفوا حنايا ما ناش نتبعوا غير البلوطه، عندنا الصوالح نتبعوا معاك الوقت فارغ نتبعوا نشوفوا سبحان الله. لي زونغلي قال لك انا مين نكذب على الحاجه تاع العائله تاعي. وشناهم كيفاش هاجموا ديريكت غوارديولا. ما حتى شكون غوارديولا؟ حنايا اللي انا شنا ماجر ما كاش لي طاقي يقولوا بلي يا ودي ما تا. قالوا لهم ودي تا قال لهم زاتشي قال لهم عايروا ماجر باش ولاو يعايروا في ماجر. مع الاول ما كاش اللي بغى يهدر على ماجر، كاش كاع الصحافه وكاع مقدمين الحصص جيبها من البريش والاخضر وبوطاجين ورواح. من بعد بوطاجين قال لهم لا غاصل الرابعه حنا هدرناها 2013 هدرناها 2013 على ماجر بلي قاري في الرابعه. بعد جيت انت ماك ستايل اعلامي بنت بلي انت قلتها، وحنا هدرناها 2013 الحمد لله كاين الناس اللي معقلين عليها. وين شنا كيفاش يهضروا ديريكت رغم انك لاعب مدرب كبير ولا ديت القاب، بصح يهضر لك في وجهك يهضر لك في وجهك ويقابلك ويكلش. وين شنا فانيك لهنا الصحافه تاعنا دارسين الحقائق تاي يطيقوهم كي الكلاب يقول لهم هضروا. وروح قولها انت اللي قلت لي بلي غادي الصحابه يشكون، روح قول هذه الكلمه روح قولها لهم يطيقوهم كي السلام عليكم. ويشناهم كيفاش نهار الاول ولا يقول لك ماجر ود بلاد خليه يتريني. بصح حنا كنا نقولوا ماشي قضيه تاع ود بلاد، ولينا نقولوا لا ود بلاد ويهرد الجزائر علاه حنا كاع رانا ولاد بلاد. وحنايا كاع ما لا غير ماجر اللي لعبوا في ليكيب تما غير الجيل تاع 82 اللي لعب في ليكيب ناسيونال هذوك هما ولا اللي ربحوا الالمان 82 هذوك هما ولاد الجزائر. حنا ماشي ولاد الجزائر هذا مكان. نتوما هذه تبالكم كيما هكا حنا غير زياده تكذبوا علينا نامنوا ومي تعاودوا تشكروا واحد نامنوكم ومي تعاودوا تعايروا واحد نامنوك. تما حنا غير نتبعوا فيكم هذا مكان. شناكم كيفاش وليتوا تشكروا؟ شو الصحافه كيفاش؟ رغم المستوى تاعو من بصح ينتقده عن طريق انتقاد بناء. سبحان الله شنا صحافي انجليزي يبهدل غوارديولا، عرف كيفاش يبهدله وعرف كيفاش كيما نقولوا حنا يدافع على روحو. وين شنا كيفاش رياض محرز يبقى
وين عدد الصحافي، وين خلى مقال على موقع الصحافة الرسمية موضوع حول المدرب الإسباني بيب غوارديولا وتهميشه للدوري الجزائري رياض محرز. يعني رياض محرز يبقى ناس، شوف بالك احنا نشوفوا بعض الناس اللي يشوفوا بلي رياض محرز، يشوفوا رياض محرز، يشوفوا بلي رياض محرز، الناس اللي كاين اللي مريض من راسه يشوف بلي رياض محرز ما كان والو. احنا نقولوها ونعاودوا، رياض محرز ماشي قضيه تاع ما تخش في تاكتيك دو جو ولا من ولا من، لا لا. غوارديولا مشى مع المجموعه، غوارديولا مشى مع المجموعه، ما بغاش يمشي مع واحد ويخلي المجموعه. غوارديولا قرار رساله نهار نيوكاسل، نهار اللي خسر مع نيوكاسل قرار رساله، قرار رساله باللي حنا اللي نحكمو. يتوخر وين شناه كيفاش نيغوسا نيغوسا وما كان والو، باغيين رياض محرز يخرج، ما بيخرجش على نجوميه ويخمو النجوميه. عرفوا بلي رياض محرز غادي يدقدقهم، عرفوا بلي رياض محرز رايح يدقدقهم. رياض محرز شحال عام الماتش، شحال ساهم من المد، اهداف وتمريرات حاسمه 18 18. باش نهضروا حنايا، باش نتكلموا، باش بنادم يبغي يهضر يهضر، احصائيات وجاء في الموضوع كيف وينتكلم وينتقد غوارديولا، وجاء في الموضوع كيف لمدرب افضل نادي انجليزي في هذه الفتره جلب لاعب ب 70 مليون اورو من اجل تهميشه مستقبلا. شو كيفاش هذا عار، فرغم ان الجزائري ساهم في 18 هدف كامله مع الفريق في مده، انا قلت لكم مزيه البارح حضرت لكم راهي كاينه في اليوتيوب، قلت لكم يودي يلعب غير 6 اشهر، شو شا قدم وما لعبش مقابلات كاع، شو شا قدم وين تحاسب وراه جايبه من برومي ماتش وروح. هيا تخيلوا محرز جايبه من برومي ماتش وروح، روح حتى اليوم شعره راه ماركي من البوت، شعره راه مات، شعل دايما احسن لعاب، شعل دايما احسن لعاب في الفريق في المقابله، لي كادو كره دايهم تاع احسن، هادو كره مسيط عمر كره معلقهم برا، كره نشرهم برا. هذا عار، فرغم ان الجزائري ساهم في 18 هدف كامله مع الفريق لمده 6 اشهر فقط، لكن غوارديولا واللاعبين والاداره تاع مانشستر سيتي وحتى الانصار تاع مانشستر سيتي لم يحترموه، وارادت وين هاد اللاعبين تاع مانشستر سيتي والمدرب ارادوا يريدون تدميره. واضاف قائلا يجب الاحترام، وين شنا كيفاش وين تكلم هذا الصحافي وينتقد ستاب تكنيك تاع غوارديولا، وغوارديولا وبعض الاداريين قال لهم يجب على الاقل ان تحترموا المبلغ الذي دفع فيه. وكان على غوارديولا وحتى الطبيب لو كان كما قال لك عيب وعار عليكم على الستاب تكنيك تاع مانشستر سيتي، وكان يجب اشراكه في الوسط في الشوط الثاني ومنحه اكبر وقت ممكن للعب. فمحرز ليس باللعاب العادي، محرز من احسن ما انجبت كرة القدم. شي انا هدرتها صحافي، مواقع راهم كاينين، روحوا شوفوا وين صحافة اللي تعرف كرة قدم، ماشي صحافة اللي قاعدين في البلاطوات، مكاش بلاطوات تيودي يحطوا لهم ورقة ورقة باش يحضروا، يعطوهم شي، يعطوهم يقراو اسئله ولا شناهم حنا كاين اللي يعطوه اسئله، شفت انا داك اللي قاعد يسال 278 يعطوه اسئله ويزيدوا يعاونوه في الجواب، يزيدوا يسهلوها له في الجواب. على ذلك حنا اليوم حنا نعترفوا بهذا الصحفي والصحافه الانجليزيه اللي تكلم الحقيقه، وين قال كان يجب على غوارديولا احترام المبلغ الذي دفع فيه، وكان واجب عليه ان يلعب من اجل احترام، يلعب احترام المبلغ
يلعب شوط ثاني، شنا محرز ليس باللعاب العادي، محرز من احسن ما انجبت كرة القدم العالمية. لذلك هذه الناس هم فرحانين، كاين اللي هم فرحانين، قنوات هنايا وبعض الصحافة وبعض المحللين الحالين في الحمامات راهم فرحانين وراهم يضحكوا ويلعبوا كلش. هذو كانوا يهضروا في نغيز نغيز، راه من الفريق الفريق، من الثورة راح للسطيف، من السطيف المهم خدام، مشي قاعد يدي في الدراهم الحرام.